نبارك لكم رمضان ونقول لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخل لكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. مهم ما تديوش عليا راه صايمه اوف كورس حيت هاد العام حنا صمنا بحالنا بحال المغرب، يعني كيبدا نهار الثلاث اللي هو اليوم. نبدا باول حاجه، صراحه شكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا، صيفطوا لي ميساج سولوا فيا وقالوا لي تخلعنا غبرتي امتى غترجعي، شكرا بزاف. صراحه علاش كنت غبرت؟ حيت شطرو بزاف ديال الحوايج، يعني فيفري شهر جوج كانوا طراو فيه بزاف 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 ديال الحوايج، وحسيت براسي وصلت واحد المرحله اللي ما بقيتش قاده، وصلت واحد المرحله اللي اخر حاجه غنفكر فيها هو الكاميرا باش ندير فيديو. كنت كنحاول نحط الفيديوهات على قدر المستطاع، من بعد كتجي ليك واحد المرحله كتقول انا عييت. والصراحه ماشي عيب باش توصل للمرحله اللي تقول فيها انا عييت، غير الا عييتي خصك ترتاح. ولكن انا صراحه سبب العيا ديالي ماشي يوتيوب، ماشي الفيديوهات، ماشي غير كتوصل لواحد المرحله اللي كتجمع لك كلشي وما كتبقاش قادر دير كلشي بنفس الطريقه اللي كنتي كديرهم من قبل. يعني بغيت غير نقول للناس اي واحد عيا، اي واحد وصل لواحد المرحله اللي ما بقاش قادر يمشي بنفس لا كادونس، اي واحد الله يحسن العوان، كل واحد شنو عنده، كل واحد المشاكل ديالو، كل واحد والظروف ديالو، ولكن ملي كتوصل ديك المرحله ديال صافي عييت خص ضروري ترتاح، ما خصكش تبقى كتزيد تفورسي على راسك وكتزيد تضغط على راسك، حيت حتى حاجه زوينه ما غاتجي من هذاك الضغط. ولكن ما قدرتش نبقى غابر بزاف بزاف بزاف، حيت الا بقيت غابره اكثر ما غاديش نعرف امتى غادي نرجع. ودابا كل مره كنغبر وكنرجع كنحس براسي بحال ما بقيتش مولفه الكاميرا، كنحس براسي بحال الا حشمانه نهضر، بحال الا صراحه والله بغيت ندير هذا الفيديو غير باش نقول لكم رمضان مبارك سعيد، وباش نقول لكم علاش غبرت، وباش نقول لكم انه ملي كتشوف شي حاجه في السوشيال ميديا، زعما كتشوف شي واحد واه سعداتو راه ديما مسافر، سعداتو راه عايش الحياه، راه ديما خارج، راه حيت كانوا كيوصلوني بحال هاد لي كومونتير ديال سعداتك انتي اللي عايشه الحياه، سعداتك. اللي بغيت نقول هو انه في خضم هذاك الشيء كامل اللي كيدور لك في حياتك ما تنساش باش تعيش، هذا هو المهم. وما كاينش واحد اللي حياته بيرفكت، كل واحد فينا عنده شي حاجه ياك، غير هو ملي واخا يكون عندك دوك الحوايج ما تنساش راسك، ما تنساش باش تعيش شي شويه، تعيش شويه راه غير تخرج تمشى انت وراسك واحد شويه تخرج. وصراحه دابا الفرصه هي انه رمضان هو صراحه فرصه جديده وبدايه جديده باش نعاودو نكتشفوا راسنا، نتسامحوا مع راسنا، نرتبوا الاهداف ديالنا، نقادوا الخطوات ديالنا. حيت صراحه هذا الشهر كيجيني هو شهر ديال التامل، من خلال العبادات، من خلال بزاف ديال الحوايج. والمشكله ديالي عاوتاني ديما ملي كيقرب رمضان بحال كنحس بحال كنحس براسي بوحدي، حيت انا رمضان كيعني الجو ديال رمضان، يعني انا رمضان بالنسبه ليا فهو ماشي غير صيام، ماشي غير كتفيق كتبقى بالجوع، كتفطر كتاكل وحياتك ما كتحسش بها تبدلات. يعني الا جا رمضان وحسيتي ان الروتين ديالك ما تبدلش، النفس ديالك ما تبدلاتش، حياتك ما تبدلاتش، فانا كنامنه انه كاين خلل. يعني انا بالنسبه لي رمضان فهو ماشي غير الجوع، فهو فرصه جديده، ديما بدايه جديده باش كتعاود كتكتشف فيها راسك، باش كتعاود تفكر، باش كتعاود تركز. وصراحة فين ما كيقرب رمضان كنحس براسي شوية عندي الهوم سيكنس، زعما الهوم سيكنس انا كتجيني ملي كيقرب رمضان بالضبط، حيت رمضان هو الجو وهذاك الجو ما كيتوفرش انا عندي هنا. يعني انا هنا مثلا عارفة راسي غادي نفطر بوحدي، غادي يدوز النهار الاول ديال رمضان غادي نكون بوحدي، مره كاينين صحابك وداكشي، ولكن مره كتلاقى معاهم، ولكن ما كاينش الجو، ما كاينش هذاك الجو ديال كلشي صايم، كتخرج تشوف الناس مرمضنين، كتشوف سناكات سادين هنا حتى واحد ما صايم، يعني الاغلبيه راه حتى واحد ما صايم، كتخرج كتشوف ان الحياه عاديه، يعني بحال ما كاينش شي حاجه سميتها رمضان.
الناس هازين قهوه في يديهم على الصباح، الناس كياكلوا عادي، الناس حياتهم عاديه زعما الروتين ديال حياتهم الطبيعيه عادي. انت بوحدك اللي عندك رمضان، كيجي الفطور كتلقى راسك كتاكل بوحدك. انا بالضبط في رمضان في الفطور هو الوقت الوحيد اللي ما كنكونش كناكل فيه بوحدي وما كنكونش كناكل بوحدي بتاتا. يا كنتك عليكم شي شويه ولكن الصراحه الهوم سيكنس كتجيني في رمضان، يعني فريمون الهوم سيكنس كتجيني في رمضان. جاتني العام الفايت في رمضان وجاتني عاوتاني هذا العام في رمضان. فهذه غير رساله للناس اللي كاينين مع والديهم باقيين ساكنين في دارهم، حيت غيجي واحد الوقت اللي تقدر ما تبقاش فيه مع والديك وتقدر تبقى بوحدك، حيت غادي يجي واحد الوقت اللي تقدر تمشي تخدم في مدينه واحده اخرى، تقدر تمشي تقرا في مدينه واحده اخرى، تقدر تمشي لبرا، تقدر اي حاجه ترى. يعني ما غاديش تبقى عندك هذيك لا نوسيون ديال العائله، ديال الناس كيفهموك كتفهمهم، جالسين معاك، عندكم نفس العادات نفس التقاليد نفس الافكار نفس كل شيء. فهادي غير بغيت نقول لكم انكم بما انه باقي مع عائلتكم بروفيتيو من رمضان. حيت ما قلت لكم شنو قررت ندير، قررت ندير سلسله رمضانيه بما انه حيت بغيت غير نوثق هاد رمضانات اللي انا بوحدي فيهم شنو كندير فيهم. فانا قلت اجي نبدا من هاد رمضان نوثق ان شاء الله. فغادي نحاول ندير سلسله رمضانيه، يوميتي الرمضانيه برمضان. مهم انا ما عرفت الصراحه شنو غيكون فيها، والله ما عرفت، ولكن بغيتها سلسله عفويه. يعني فريمون بغيت بما انه انا ما نقدرش ندوز رمضان مع عائلتي فهم يقدروا يدوزوه معايا، فهمتوا؟ من خلال فيديوهاتي الجميله كنحملش ندوز رمضان على برا. واخا كتحاول، واخا كتعيا، واخا كتحاول ما نعرف شنو تخلق، ما عندك ما تخلق. علاش؟ حيت ما كتسمعش صوت الاذان، ما كتشوفش الناس غادي للجامع، ما كتشوفش الناس كلشي كيفطر في واحد الوقت مجهدين التلفازه غاديين للجامع باش يصليو. كتمشي للجامع كتلقى كل حي في جامع، كتلقى الناس كيصليو، الصوت ديال الاذان. يعني انا هادو هما الاجواء اللي كنهضر عليهم، حيت رمضان ماشي هو كنبقى بالجوع وكناكل وصافي حياتي كتبقى طبيعيه، لا. ملي كتكون بوحدك وكتبقى كتخربق. انا نقولها لكم نيشان، انا راه عرفتوني، انا كندير لكم اعترافات. ملي كتكون بوحدك كتبقى كتخربق كتخربق كتخربق، حيت ما كاينش اللي تهلا فيك، ما كاينش اللي يطيب ليك، ما كاينش اللي يهز ليك الهم، ما كاينش اللي يغوت عليك يقول لك لا راه خصك تاكل هادي، ولا كتجي مثلا من الخدمه ولا كتجي من القرايه كتلقى مثلا ماكله طيبه. يعني ما كاينش اللي يفكر لك في هذا النظام الغذائي ديالك كيف ما كنتي مولف مثلا في داركم. غادي يجي واحد الوقت اللي غتبقى كتخربق، وحنا باقي كنخربقوا، انا حتى انا باقي كنخربق، باقي كنخربق واخا وليت كنحاول. يعني في الاول كتبدا تقول واه دابا ما كاينش اللي بزز عليا شي حاجه انا ما بغيتهاش، دابا غادي ناكل في الزنقه، كتبقى تاكل في الزنقه تاكل في الزنقه حتى كتمرض. وبصح المعده ديالك كتمرض. انا وصلت واحد المستوى اللي الا كليت يومين ثلاث ايام في الزنقه كتمشي لي الشهيه، كضرني كرشي، ما كيبقاش كيجيني الجوع، كرشي ما كتبقاش باغا تاكل. يعني كرشي كنحس بها كتقول لي ما بغيتش ناكل ديك الماكله، بغيت ماكله ديال الدار، بغيت ماكله نقيه، بغيت ماكله صحيه. كنقول ليها ملي كانت عندك ماكله نقيه وصحيه ما كنتيش كتحشمي، ما كنتيش باغاها، كنتي باغا تاكلي في الزنقه. كاينين دي كونترانت من نوع اخر، يعني كاينين شي حوايج اللي كتاخذهم فور غرانتيد في واحد الوقت في حياتك، كيجي واحد الوقت اخر في حياتك اللي ما كيبقاوش غرانتيد، اللي كتولي عارف بقيمه ديال الكوزينه ديالك، كتولي عارف بالقيمه ديال الفريج ديالك، كتولي عارف بالقيمه ديال داك الوقت اللي كتمشي باش تقدا فيه دير الجروسريز ديالك، تشري الماكله ديالك. يعني كتعلم بزاف ديال الحوايج، كيف ما هي زوينه كيف ما هي اكسبيريونس كتطور فيها قد ما كتجيني انا صعيبه، ولا كتجيني صعيبه باش تجي غير راسك، باش تجي غير راسك. ما عرفتش، ولكن هذا الشيء انا كنامن انه كاينين الناس اللي كيعيشوا بحالي، واخا الاغلبيه ما غاديش يفهموه، واخا الاغلبيه غادي يقولوا هاديك كتخربق، ممكن ولكن راه صعيب باش تجي غير راسك، ماشي ساهل باش تجي غير راسك.
وهنايا سورتو هنا كاين مشكل ديال الماكله. يعني انا ما كناكلش اللي كان انا ما كناكلش ماكلتهم. ماكلتهم راه فيها الخنزير، راه الخنزير فين ما درت. ما كناكلش الدجاج، ما كناكلش اللحم على برا الا اذا كان حلال. وباش نمشي الحلال ريستورانت خصني ساعه ساعتين، يعني ماشي براتيك، فهمتي؟ يعني في الحياه اليوميه الطبيعيه ماشي براتيك باش انا نبقى ناكل على برا وناكل حلال ونطيب وما نعرف شنو ندير. شي نهار شي يامات كتقول انا ماشي مشكل نشوف نقضي باللي كان، شي يامات كتقول عييت ما فياش اللي يدير حتى حاجه، شي يامات كتقول ماشي مشكل غادي نوض نطيب نقاد شي حاجه زوينه. بصراحه سا ديبو. مهم تحدي غادي نحاول نوصيه لكم، وغادي نحاول ندير الابديت، وغادي نحاول نشجعوا بعضياتنا. الصراحة هذا غير اللي تشجيع بعضياتنا لأي واحد بغي يحسن من راسه، بغي يبدل شي حاجة، وبغي يحس أنه دار شي حاجة مختلفة وزوينة في هاد رمضان. يعني فغيما ولا على المستوى الصحي ولا على المستوى الروحاني ولا على المستوى النفسي. يعني هنا رمضان مش كما قلت لكم ماشي هو كان فيه كان صوم كناكل كتبقى حياتي مقاده. يعني الفرق الوحيد هو انه كان صوم وما كناكلش حتى ل 6 ولا 7 ولا 8 ديال الليل. لا كما قلت لك الا كتحس انه هذا هو رمضان بالنسبه لك، كنبقى بالجوع كناكل وحياتي ما تبدلاتش، ما كنحسش كاع بالاختلاف، ما كنحسش بلا روتين ديالي تبدلات، بالروتين اليومي ديالي تبدل، فهنا كاين خلل. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. شانل 登録 お願いします。